هو شوف حنا كلنا عزيمة وإصرار على أننا نحققوا نتيجة إيجابية تخلينا أننا نصحوا المسار ديال الفريق، لأن المسيرة ما كانت غير موفقة، وكنظن أننا اللاعبين اليوم أدوا مقابلة في المستوى على جميع المستويات، لا من الناحية الدفاعية ولا الهجومية. خلقنا فرص، استطعنا أننا نترجموا جوج الفرص لجوج الأهداف، تلقينا هدف من خطأ، وهذا راجع للحماس اللي كي شويه كي الوليدات ما كيعرفوش بارفوا يميتريزيو لي سيتياسيون ولي سيركونستانس ديال الماتش، ولكن الوليدات عرفوا كيفاش يجيروا الدوزيام ميطون، سيرتو زيتي سوليد ديريير. كنا كنعرفوا ان الفريق الخصم كيلعب داك اللعب المباشر وكيعتمد على يعني ليديال ايغيان، ولكن كما قلت كنا الدراري زيتي سوليد ديفونسيفمون، واستطعنا اننا نحافظوا على النتيجه ديالنا رغم اننا كنا كنقلبوا على اننا نقتلوا المقابله من خلال الهجمات المرتده السريعه اللي كانت. المقابله في المجمل ديالها كانت مقابله جميله وشيقه ما بين الطرفين، حيث كانت نديه وكانت الروح قتاليه. هما استغلوا الهدفين وماركاو، حنا بدينا نقلبوا على الاصابات اللي ما اتتنا الا في الدقيقه لو طون اديسيونيل في البرومي ميطون. وهذه هي كره القدم، كاين رابح كاين خاسر، واللي غادي نشير عليه من هنا هذا المنبر هو ان غير تيكون غياب واحد المدرب اللي عارف لي زيليمون ديالو وعارف فين غيموضحهم وداك الشيء، راه ان تلقى واحد المشكل اللي تاثر على الفريق، واخا معنويا بان المدرب ما تيكونش، بان تتكون واحد تاثير معنوي. ونتمنوا من الله ان غنداركوا هاد المقابله، لان الكره القدم هي هذه، فيها ربح فيها تعادل فيها خسران، ما كاينلاش عندنا لعابه دي زليمون اللي في المستوى كبير انه برهنوا على علو الكعب ديالهم وداروا مقابله كبيره بزاف. كما تنقول ان وجود المدرب ضروري ومؤكد، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى الاسبوع المقبل غادي يحضر المدرب ان شاء الله، وغتكون كلمه اخرى ان شاء الله ممكن نقولها.